متتبعي قناه بريس مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج كازا سيتي اليوم سنناقش موضوع قله المساحه الخضراء في مدينه الدار البيضاء من اجل مناقشه هذه القضيه دينا السيد يوسف افعداس الكاتب العام للمنظمه الديمقراطيه للمقاولات الصغرى والمتوسطه قطاع البسنة سي يوسف مرحبا بك مرحبا الاخ بوستا وكنشكركم على الاستضافه ونشكركم على جميع المشرفين على جديدة انفاس رمضان مبارك الله يبارك فيك السي إيه. يوسف الدار منذ بدايه هذه الالفيه تلقات واحد مشروع مم. اللي هو تاع مليون شجره من بعد سنوات طويله جاء العمده ووعد البيضاويين بشجره لكل اسره بيضاويه فين فين وصلت هذه المشاريع هذه؟ اولا المشروع ديال قبل أن نتكلموا على المشروع ديال مليون شجره اللي كنا سمعنا في عبر وسائل التواصل الاجتماعي اللي هو مشروع سمعناه ممول من من صندوق ربما من الصندوق الدولي وهذا اننا قبل ان نتكلموا مره اخرى على هذا هذا الرقم هذا ديال هذا المليون حنا كمنظمه ديمقراطيه نتساءل بعد اولا على المسؤوليه التامه ماشي بالنسبه لجماعه الدار البيضاء بل كذلك نحمل فيها المسؤوليه كذلك للشركات الكبرى المحليه للتنميه كازا اميناجمو ورابا اميناجمو وكازا وكذا لان هذا الرقم حنا كمنظمه ديمقراطيه قبل لا نسالوا عليه اولا خصنا نرجعوا للصفقات العموميه المتعلقه بتدبير هذا التشجير هذا فاش يطلق تطلق بحال هذه المشاريع هذه واش يتم الاستشاره معكم انتم كفاعلين في هذا القطاع؟ لا حنا كمنظمه ما كنتفاعلوش هذا الشيء الا ملي كنشوفوها مثلا كتم الاعلان ديالها في, في البوابات الالكترونيه ديال ماسيب بيبليك بوان غوف وهنا مادة اخرى ملي كنقولوا اللي كنستروا عليه حنا داخل المنظمه هي هاد جميع الصفقات العموميه المتعلقه بهاد العمليه ديال التشجير ولا البستانه وهذا الخاص المتعلقة بالمساعدة الحضار حنا نراهن مثلا إذا كانوا المسؤولين داخل جماعة الدار البيضاء مليون شجرة فنحن داخل المنظمة اللي كت اللي داخلها أكثر من 103 ديال المقاولات على الصعيد الوطني واللي هي شركات مهنية مصنفة في هذا القطاع ديال البستانة أننا نراهنوا على الضعف ولكن أولا خصنا نرجعوا للمساطير واللي كت... اللي كتم بها هذه الصفقات العموميه الضخمه لانها كان كان, كان... كان فيها وهذا الشيء كان عندنا فيها مراسلات لجميع الجهات المعنيه بان هذه الصفقة العموميه كتكون بواحد الشروط اللي هي تعزيزيه وكتحد من المنافسه للمقاو... ل... داخل المقاولات وكتكون معدوده على واحد 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 الشركات اللي هي معدوده كيفاش الشروط التعزيزيه؟ شروط تعزيزيه اللي كتكون مثلا في دفاتر طيب ديال التحملات اللي كتحد اولا من المنافسه وكتخليها محصوره على واحد الشركات معينه معدوده على راس الاصابع كيف يعقل بان جميع مثلا بالنسبه لهذا هذه الصفقات الكبرى محدوده على واحد حوالي ديال ديال او 7 شركات على على مستوى جهه الدار البيضاء في حين باننا احنا كمقاولات داخل هذه المنظمه عندنا مقاولات مؤهله مصنفه من صنف واحد وجوج وثلاثه وهنا آه للاشاره بان لو ان هاد, 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 هاد المسؤولين ولا هاد الاميرين بالصف داخل هذه المؤسسات ولا المجالس المنتخبه يرجعوا الانضباط ديال واحد المذكره وزاريه اللي كانت معممة على جميع العملات والأقاليم ديال المملكة اللي كت اللي كيوصفها السيد وزير الداخلية بتعميم نظام ديال التصنيف على المقاولات اللي التي تريد ان تشارك في هذه الصفقات العموميه ولكن حنا للاسف ومن هذا المنبر نستنكر وندين بشده عدم مثلا عدم انضباط عدة مؤسسات ولا مجالس منتخبة لهذه المذكرة الوزارية الصادرة بـ بـ ب 9 مارس سنه 2020 في واحد الحوارات مع انفاس بريس قلتي سبقتي قلتي بان يعني تفرضات عليكم ديروا واحد النبته في اطار شي صفقه يعني وضح لنا هذه الامور هذه آه. يعني النبته اللي ربما عندها طابع صحراوي ما يمكنش تكون في مدينه الدربيه هادو بعض, بعض هذه هاد من بين بعض الشروط التعزيزيه اللي زال البعض انه لا زال البعض داخل بعض الاقسام ديال المشرفه على الاعداد ديال الصفقات العموميه آه اللي كتلتاج اليها مثلا باش باش تحاول باش تحاول اسميتو تحد المنافسه ما بين ما ما ما, 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 ما بين المقاولات ما بين المقاولات ولكن آه هاد الشيء هذا اليوم مع, خو... مع 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 الترافع ديالنا اليوم حنا غادي اسميتو كنوصلوا للجهات المسؤوله والجهات الاميره بالصف حتى الا ما كانش في اسميتو ديالها حنا كنوصلوا لها هاد هاد هذا وعلى ذكر هذاك هذه النبته هذه نشكر بعض الجهات داخل قسم الجماعه الدار البيضاء اللي تفاعلت مع 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 الخطاب ديالنا وقامت مثلا بالغاء هذه الشروط التعزيزيه هذه وتفتحت المجال للمشاركه امام الجميع. على ذكر النباتات البعض وانت تاكد لي انك انت من داخل الكوزينه كما تنقولوا هو ان النباتات اللي كاينه على هذا الكورنيش مدينه الدار البيضاء يعني من جهه الحسن الثاني الى عين دياب يعني النوع تاع النبات لا ينسجم مع الطبيعه تاع المنطقه هذه خاصه أنك كاين البحار وتيقول لك بان النبات غادي يضيع وكذا واش هذا الشيء كاين اولا بعض احنا بعد كمتتبعين وكارباب ديال المقاولات ومن خلال التتبع ديالنا المهنه اننا في اغلبيه ديال الصفقات العموميه ان البعض كيتماشى بما يسمى بكوبي كولي كتلقى مثلا بعض الدفاتر التحملات اللي فيها بعض الاغراض ولا بعدا سميتو اللي كتماشى مثلا مع بعض الجهات ديال 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 المملكه اللي اللي كتلقى مثلا الصاهرين على دوك الدفاتر التحملات ما كيمشيش مثلا باش يبحث ولا يدير سميتو كيدير كوبي كولي وكيبدل الرقم ديال الصفقه ويدير سميتو ويدير الاعلان ديالها وعلى ذكرك مثلا مره اخرى على هذا سميتو ديال ديال ديال, 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 ديال لاكورنيش هذا كان ربما المشرف عليا كازا اميناجمون وحنا مره اخرى من هذا المنبر ديالكم اللي كنطالبوا فيه هذه الشركه التنميه المحليه ماشي على مستوى جهه الدار البيضاء على جميع المدن الكبرى داخل المملكه باش تفتح المجال امام المقاولات المهنيه وحنا اليوم على ذكر مثلا السبيل ديال مليون النخله حنا ملي كنشوفوا هاد حنا عندنا تصور داخل هذه المنظمه حنا اليوم اذا كانت جوج مليون ديال 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 تسجيل ديال شجره بمعدل شجره لكل اسره حنا غادي في التصور ديالنا مستطيعين باننا نضاعفوا هذا العدد ديال المليون ولكن علاش اعاده النظر جميع الصفقات العموميه سواء لجماعه الدار البيضاء ولا كذا اميناجمو ولا كذا بيئه وعلى كازا ترونسبور بما فيهم بعض المؤسسات التابعة العمومية التابعة لمؤسسة العمران باش تدي إعادة النظر في الصفقات وتفتح المجال أمام الولوج للمنافسة أمام جميع المقاولات بما فيهم الصورة علاش؟ لأن مثلا ملي كنشوفوا حنا بعض الصفقات وهنا لابد أننا نشكر بعض بعض المقاطعات داخل جهة الدار البيضاء على رأسهم مقاطعة عين الشق وكذلك مقاطعه سباته لفتح المجال وهذا بشهاده جميع المقاولات المنضويه تحت منظمه تسميته فتح المجال امام جميع المقاولات والمتنافسين حنا ملي كنقولوا مثلا صفقه كيديروها كيف يعقل مثلا بانك تكون تعد واحد الصفقه مثلا بواحد المليار وكتحد من ضمن الشروط ديال التعزيزيه خصك توفر مثلا على مهندس عنده خبره ديال 30 سنه او 20 سنه خصو يكون عندك عدد الشاحنات عند هذا هذا مع العلم بان احنا اليوم كنا المسألة ديال ديال الكراء كاين مسألة ديال سميتو هادشي هذا ورجوع لهادشي هذا كاين هناك تصنيف ديال ديال ديال, ديال, ديال 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 المديريه المتع المديريه الخاصه بالمهنيه الخاصه بالعلاقات مع المهنه التابعه لوزاره التجهيز دارت واحد النظام خص غير اللي خصنا هو خصنا نضبطوا ليه جميعا ويتعمم على جميع المؤسسات العموميه يعني دابا على المستوى المساحه الخضراء في الدار البيضاء كاين بزاف تاع الناس يديروا هذه الخدمه هذه شركه التهيئه الجماعه تاع الحضريه المقاطعات ما تشوفش ان يعني يكون خص يكون كما تنقولوا مخاطب واحد حنا القطاع قطاع واحد هو اللي تيشرف على هذه العمليه بدل التشتت حنا دابا كاين تشتت وكاين وما كاينش واحد الانضباط للقانون ولا لل... 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 الانضباط المذكره الوزاريه ديال السيد الوزير الداخليه اللي كنقول له بان كتوصي وتؤكد الساده الولاة وعمال المملكه بتعميم وفرض هذا النظام هذا ديال التصنيف على المقاولات كتلقى كتلقى مثلا كل كيدير مثلا الشروط ديالو التعزيزيه ديالو وهذا الشيء هذا قبل ما كيضر بالمقاوله الصغرى فهو كيضر بالمال العام لان كيف يعقل تلقاو مثلا كتحدد المنافسه نتاع على واحد المقاولات معينه راه في العوض مثلا غتمشي الصفقه مثلا بواحد المبالغ مالي معين ولا خيالي تفتح المجال سميتو غتمشي بقل وتوظف مثلا توظف على الدوله واحد الميزانيه وفي العوض بانك كنتي غدير واحد العدد ديال التججير غتوفر باش دير تجير اخر هنا فين كنقول لك احنا حنا عندنا تصور باش نعطيو اكثر من هذا المليون ديال الشجره كيفاش تعطيو هذا هذا المليون ديال الشجره نعطيك على سبيل المثال صفقه مثلا كدار مثلا بواحد المليون ولا جوج المليون ديال الدرهم وكديرها انت كامير بالصرف ولا ك... ك... كواحد من هاد المؤسسات اللي ذكرنا كديرها بواحد الشروط تعزيزيه كتخلي الشروط ال... ال... لواحد الم... المقاولات ولا شركات معينه لما يسمى بالاحتكار في <applause> العوض مثلا حنا شجره غدا كتدار بواحد الثمن خيالي والغريب في الامر باننا حنا جميع هد... هد... هذه المؤسسات ولا هاد الشركة بعض الشركات اللي كتستافد من الصفقات هذه كترجع للمقاولة الصغرى فيما يعرف باستيطان هما اللي كيخدموا غادي يجي مثلا اليوم يقول لي واحد داخل كازا اميناجمون او لا ولا ولا, ولا, ولا جماعة الدار البيضاء ولا سميتو بان هاد الشركات غير مقيدين ولا ما عندهمش مكانيات فاحنا اللي بان هاد الشركات اغلبيه هما اللي كيستيطروا الشركات اللي كتنول بهاد بهاد بهاد, بهاد, بهاد 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 المبالغ الخاليه وهما مهنيين وعندهم لي بي بي ديالهم وفيما يخص مثلا هذا التشجير اللي كنشوفوا جميع على جميع مستوى جهه الدار البيضاء هو منتوج محلي هو ديال المقاو... اغلبيه ديالو ديال المقاولات الصغرى ارباب المقاولات الصغرى هنا في تيت من في 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 على جهه مراكش في في غمات في في, في... في من اكادير ما كاينش حاجه اللي كتجي على برا ولا كتجي سميتو هذا ديال المنتوج ديال المقاولات الصغرى لهذا لا بغينا نوصل لواحد التحقيق ديال هاد العدد الكبار ديال 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 التشجير ونعطيو حنا ماشي غير شجره لكل اسره حنا نعطيو ثلاثه شجرات ولكن رجعوا معنا لتبسيط المساطير والوقوف استاذ على المنافسه الشريفه وتكافؤ الفرص في الصفقات العموميه دابا حاليا في مدينه الدار البيضاء كل مقاطعه عندها واحد الحديقه ديالها تتم اعاده التاهيل ديالها في اطار يعني مصالحه البيضاويين مع المساحه الخضراء بالنسبه لكم انتم كيفاش تشوفوا هذه المشاريع يعني هذا مشروع هذا داخل في واحد الاطار ديال 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 كل كل حديقه كدز في ربما في السنه الماضيه هذه الصفقه هذه الضخمه اللي عطات كل كل حديقة عمومية للمقاطعة هي مزيانة ولكن غير اللي كنقول لك مرة أخرى أن اللي صرفت عليها هي صرفت على جماعة الدار البيضاء اللي كدار تسميتو ل... 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 أه... يعني اللي دارت بواحد الشروط تعزيزية محطوطة أه بسميتو يعني أنتم دائما الشروط التعزيزية هي اللي آه. هذا الشروط التعزيزية أولا هو عائق عائق أمام المقاولات الصغرى وعائق أمام المال سميتو الميزانية ديال المال العام وكذلك في العوض مثلا حنا غادي نصوبوا حديقه لكن الحديقه دابا هادو اللي تعلنوا دابا حاليا وديال بشهادات الناس داخل المقاطعات ديال 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 جهه الدار البيضاء لكن الصفقات اللي دازوا يتعدون 3 مليون ديال الدرهم <مم> في حين ان بعض المقاطعات كما ذكرت لك انا مقاطعه عين يعني الشق واللي كنشكروا عليها المشرفين والمعدين ديال الصفقات العموميه فتحوا اللي كتفتح المجال هذيك الصفقات كتعدى ما تفوتش واحد جوج المليون ديال الدرهم علاش حنا ما مثلا ما نفتحوش المجال ونربحو اكثر أكتر من إلا# إلا غن# إلا غادي نقومو بحديقه حديقة وحدة نوفروا نفتحوا المجال ونوفروا اكثر من حديقه للساكنه البيضاويه. أنتم <applause> كمقاولات صغرى ومتوسطه في هذا القطاع هذا واش عندكم شي لقاء مع المنعشين العقاريين خاصه ان هناك بعض المنعشين العقاريين ما تلتزموش يعني, بي يعني بوضع واحد المساحه الخضراء على التجزئات العمرانيه ديالهم. لا دي. بالنسبه لي كان شخصيا كان عندنا معاملات مع مع احد المنعشين العقاريين زعما بكل صراحه بكل صراحه بان اي اي جزئه كدوز لان كدوز ضروري كاين دابا واحد سميتو واحد الشروط ديال العدد ديال ديال التشجير اللي خصو تكون شجره أه لكل شقه هذه انا انا عشتها واش كاين التزام بهذا الشيء؟ كاين التزام لان حضرنا لها حضر انا حضرت لا داعي كاع لذيك الاسم المنعش العقاري مم. ولكن ما كدوزش مثلا ما كتعطاش بيرمي دابيتيد حتى كيدوز واحد اللجنه اللي كتجي كتضوع كت على اسميتو ديال ديال عدد الاشجار حتى الا كانت خاص شي حاجه ما كيتسناش اسميتو كنجيبوها هذا انا مع منعش عقاري معين داخل مدينه الدار البيضاء كاين واحد كاين ما عرفش انتاش من المدرسه اللي تتنسمي لها كاين واحد الراي اللي تيقول بان قبل ما نديروا التجزئات العمرانيه نديروا المرافق نديروا المساحات الخضراء عاد نديروا التجزئات وكاين راي اخر تيقولك لا ما يمكنش خصنا نديروا الجزيئات نديروا المساحه نسال شنو هو الراي ديالك؟ دي. آه انا اولا من خلال السياسات البيئيه والتوجهات الساميه ديال صاحب الجلاله فيما يخص الدعم ديال البيئه ومن خلال الترأس على ديال الكوب 22 ديال, ديال اللي كان في مراكش في آه مراكش اولا المساحه الخضراء ضروريه واصبحت اصبحت آه آه المتنفس ديال 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 الساكنة، أولاً كنقولوا حنا هال السكنية، الجزئية السكنية بدون المرافق من بينها المساحات الخضراء، ومن المستشفى بينها المستشفيات، ومن بينها الدور ديال الأمن، ومن بينها آه المرافق الحيوية والأساسية، كتعتبر واحد التكتل عمراني إسم لا فائدة من الوجود ديالو، وكيسبب واحد سميتو ما, 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 ما كيساهم غير في. في في الجادمه وفي ماذا؟ اذا انت بالنسبه لك دروري دروري مساحة الخضراء العمارات لا هو هو اولا غير باش باش, باش نوضحوا ان اليوم من خلال الاشتغال ديالنا مع عده معيشين معاقرين اليوم صبح آه الزام ديال المساحه الخضراء وعدد عدد الاشجار مقارنه مع كل شقه اصبح اليوم ضروري ولا, ولا تسلم مثلا الترخيص ديال بما يسمى بيرمي دابيتيت الا لكان المعايير ديال المساحه الخضراء وعدد ديال الاشجار منطبق لعدد الشقق يوسف شكرا جزيلا على قبولك الدعوه متتبعي قناه انفاس برايس يظل مشكل المساحه الخضراء مشكل قائما على مستوى العاصمه الاقتصاديه الى حلقه قادمه ان شاء الله